بهابنينج اليوم رح نتعرف على ريفايف بلاد اند كانسر اسوسيشن مع مؤسسه مشاركه اذا فينا نقول لوسي ساسين، لانه في عده مشاركين بتاسيس هالجمعيه، جمعيه اللي بتعنى بالتوعيه حول امراض الدم بالسرطان، يعني الدم بالتحديد. اهلا وسهلا فيك. كيفك كاتيا؟ انت كانسر سيرفايفر، وهيدي شغله كثير مهمه انه يكونوا اشخاص يعني عاشوا المراحل الصعبه، عاشوا التجربه، هن عم يحاولوا يكونوا سند للاخرين. شغله فيها جرأه كثير كبيره، فيها حب كثير كبير كمان. خبرينا كيف بديت هالجمعيه. هيدي الجمعيه هي مجموعه اشخاص مرضى سرطان او سيرفايفرز من السرطان، كانوا بعدهم عم يتعالجوا واجتمعوا مع بعضهم مع دكتور جون الشيخ بالايو بي ام سي وقرروا يعملوا هيدي الجمعيه. نحن بيسكلي عاملين امراض سرطان الدم، يعني لوكيميا، ليمفوما، لحتى التلاسيميا بتنحل بالبون مارو ترانسبلانت. نحن عاملين زرع للنخاع العظمي، عاملين بون مارو، كلنا عاملين بون مارو ترانسبلانت واجتمعنا ونحن عم نتعالج كلنا. يعني كان فكره بديت الجمعيه وقت العلاج. صح، بديت الجمعيه لانه كان كلنا بدنا حدا يوقف معنا ويقلنا انه انتم رح تطلعوا من هيدا النفق، يساعدنا، يعني دعم المعنوي مهم كثير بهالفتره، لانه بوقت الواحد بيكون ب يعني بقلب المشكل، بقلب العلاج، بقلب العلاج، بقلب المشكل، بيكون خايف على اللي حوله، على اللي بحبوه اكثر منه خايف على حاله. بده الاجوبه تجي من طرف ثالث، من ثيرد بارتي، وهذا الطرف الثالث انا كنت عم نبش عليه وما كنت لاقيه حدا. كنت احمل هالايباد ونبش عن عالم، عن سبورت جروبس، ناس يساعدوا، وما لقي حدا. بقى مشان هيك بلبنان ما في حدا بيساعد، برا اكيد في. نحن بنخاف، يعني اللبنانيه بيخافوا يحكوا بهالمواضيع، بفضلوا يتجاهلوها 100%. يعني في نوع من النكران لهالموضوع، او حتى يعني لحتى لما يكونوا عم يجرحوا شعور المريض او شعور الاخرين بالوقت اللي هو بيكون بحاجه لانه يوقفوا حده. مزبوط، في كثير عالم بتهرب من المريض. اكشلي هي ما بتكون عم تهرب من المريض، بيكونوا يعني بيكونوا بحبوه اكيد، بس تعاطيهم مع المرض، هيدا المرض هو اللي بخليهم انه يختفوا من حياته، وهيدا الشيء بيسبب له كثير الم لما يتطلع ويلاقي انه منهم حده. بقى هلا نحن عالم قطعنا حاجز الخوف، ما بقى نخاف من السرطان، ولانه في منا اشخاص عملوا ريلابس ورجعوا يتعالجوا من اول وجديد. نحن عالم ما بنخاف، ونحن عالم بدنا نخلي المجتمع ما بقى يخاف من السرطان وما بقى يسميه هيداك المرض، لانه هيدا صار في هلا بالميديا، صاروا هن كمان الميديا كانوا يقولوا مرض السرطان، صار يقولوا هيداك المرض. لا، نحن بدنا هيدي ريلابس. ريلابس ولا رجعوا يقولوا هيداك المرض، هيدي بدنا نخلص منها. وهون دور الميديا والسوشيال ميديا كثير كبير. بدي اذكر بس قصة ميشيل حجل. ميشيل طلعت على الميديا، عندها كان الجرأة تطلع وقدروا العالم ساعدوها، بس في كتير عالم مخبية بالزاوية تبعها ببيتها، أكيد بدها مساعدة مادية ومعنوية وكل شيء، بس ما في حدا يساعدها لأنه عايشة هالبروبلم، هالمشكل، هالنايتمير، برايفتلي. مش كل العالم بتقدر تحكي. لهلا ريفايف هدف التوعية والمساعدة المعنوية، على أمل ما تجي كمان تتبع المساعدة المادية. أكيد، رح ناخد وقفة صغيرة ونرجع نتابع مع النشاط يلي محضرينه بهالفترة. داكار.
ريفايف بلاد كانسر اسوسيشن عم تعرف عليها اكثر معنا لوسي ساسين كانسر سيرفايفر ومن مؤسسي هالجمعيه اللي رح يكون عندها ب 24 الشهر معرض لثمان فنانين عم نشوف كيف رح يكونوا عم بيساعدوا بالتوعيه وبانتشار هالجمعيه. اهلا وسهلا فيك مره جديده. ثانك يو. نحن عندنا ارت تو ريفايف ايفنت حيكون النهار يبلش نهار الاربعاء 24 اكتوبر ب 3 بيروت بالداون تاون. هو المعرض منظمته سيجي سيناتور بدنا نشكرها، وحيكون في 8 ارتست لبنانيه عم يعرضوا. عم نشوف صور يمكن شو من هودي للجمعيه من غير ايفنت، بس ايه. بالنسبه للمعرض رح يكون فيه رؤوف رفاعي، صح، حسان جوني، ساره ابو مراد، ندى كرم، ندى متى، سمير تماري، روجي دوتانيوس، وكزافيي دوشولير، هول 8 الفنانين اللي كمان مشكورين رح يكونوا عم يدعموا ريفايف. البروفيت تبع هيدا المعرض حيكون لريفايف اسوسيشن، ونحن رح نكون موجودين بقلب هيدي الاكزيبيشن، حيكون في كوان لنا، بيكون في حدا من ريفايف، اذا يعني حدا بده يشوفنا بيحكي معنا، نحن موجودين هونيك ل 27 الشهر من الساعة 12 للساعة 7 عشية. اذا انت داعم من 24 ل 27 صح. رح تكونوا موجودين والمعرض yes. المعرض عنده يعني مواضيع معينه تم. لا اي علاقه لا. حرين مزبوط، كل واحد كل ارتيست هو نقى التابلويات اللي بده يحطون. انا هون بدي اشكر 3 بيروت، شركتي اللي انا بشتغل فيها، اللي قدموا لنا الجاليري لحتى نعرض فيها نعمل فيها الايفنت يعني، واللي هي من تنظيم لكينا سيجي سيناتور. يعني حلو انه المجتمع يكون عم يوقف يعني حد مريض السرطان يكون عم يتفهمه، يكون عم بيقول له انه نحن حاسين فيك وحاسين بوجعك، وهذا هو الهدف الاساسي من الجمعيه وكمان مزبوط. من هالمعرض بالتحديد مزبوط. يعني تقريب الناس yes. من الموضوع، لانه الجهل دائما هو عدو. هيدا المشكل. المجتمع بفكر انه الادولت كانسر بيشنت ما بده دعم، انه الكبار ما بدهم دعم. لا، انه في كثير تعاطف مع الاولاد الصغار، بس الكبار كمان عم نشوف انه هيدا انه كبير معه كانسر اوكي خلص. لا، وهلا صارت اليونج جينيريشن اللي عمرهم 24 و25 عم بيصير معهم امراض كمان، دونك هولي كمان بدهم دعم، هولي كمان بدنا نوعي المجتمع حتى يوقف حدهم، خاصة انه اذا عم نحكي عن الراشد هو مسؤول عن اخرين كمان. فهون بس لما يمرض وبقول لك انا ببطل في شيء بايده، بصير انه كنترول بينفقد، ايه بصير بده يعملوا له كل شيء، دونك وهون بحس حاله انه كل الدنيا ماشيه وهو حياته واقفه، انه وقف الزمن عنده. هيك فإذا التوعية ودعم خلال هالمعرض رح يكون، فإذا ب 24 شهر تذكرينا بس بالموقع؟ اي ب 3 بيروت شارع عمر الداعو بالداون تاون. شكرا لك لوسي. في اقول بعد كلمة؟ كلمة أخيرة. أنا كلمة أخيرة. هلا بدي كل مريض قاعد ببيته أو بالمستشفى، مريض سرطان حاسس حاله انه وحده، بدي اقول له انه عم تحس فيه نحن حسينا فيه، وجعك هو وجعنا، هيدا التونيل اللي انت فيه في ضوء باخره وبيخلص، صدقني بيخلص. انا كمان كنت مفكره انه ما رح اظهر منه وظهرت، وما في شيء جبرني انه ساعد، انه اوقف وساعد وكون موجوده، بس بعرف انه بدي اكون صوتك وصوتك لحتى انتم كمان ترجعوا تطلعوا من النفق. بدي اقول شغله للام تي في فيي، تفضلي. بدي اقول انه صار الوقت يبطل الكانسير تابو، صار الوقت انه نكسره لهيدا الموضوع. شكرا لك لوسي ساسين. على كل حال نحن عندنا ما في تابو لا كانسر ولا شيء ثاني، ودائما جاهزين لنكون عم نحكي عن الموضوع ونكون عم نساند بما نقدر فيه بهالاطار. شكرا لك ولوجودك معنا. وقفه هلا وبنرجع بنتابع لايف.